نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة 20 من سلسلة محاضرات Android Applications Development Quick Start. أهلا وسهلا في الناس اللي كانوا معي من بداية الدورة، وبالناس اللي التحقوا معنا بأثناء الدورة، وأهلا وسهلا بالناس اللي عم يلتحقوا فيها. إيش مس نجيت؟ أوكي، هلا بهاي المحاضرة تقدر تكتبي. أعتقد إنه الدعم الفني رفعوا لكم الأبليكيشنز اللي إحنا عملناهم بآخر كم محاضرة وما كنا رافعينهم، بعتقد إنهم رفعوهم. فما أعرف إذا موجودة معنا نجيت، سوري نجلة، ممكن تعطينا معلومات عن الموضوع إنه رفعهم أو لا. إذا حدا فيكم راح على المنتدى بإمكانه إنه مرفوعات أو لا. هلا بهاي المحاضرة راح نحكي عن الـ Image Switcher، استخدام الجاليري، راح نحكي عن الـ Grid View، راح نحكي عن الـ Notification، راح نحكي عن الاكشن بار، راح نحكي عن اللاندسكيب والبورتريت، كيف نعمل ابلكيشن يعمل لاندسكيب وبورتريت، راح نعمل يوزر انترفيس بروجراماتيكلي. ان شاء الله راح يكون معنا وقت لنعمل اوتو كومبليت تكست فيو، راح نتعرف على شيء اسمه بريفرنسز، وراح نخزن داتا على فايل ان شاء الله. بهاي المحاضرة راح نعطي هذا الكم من المعلومات، فكونوا معي متابعين بشكل جدي، ونستنى منكم اسئلتكم على المحاضرة اللي عدت، لان اعتقد طلبت منكم تعملوا اشياء انا ما عملتها. فبفترض انه عندكم اسئله على الاشياء اللي عملتوها وما زبطت معكم، او عملتوها زبطت معكم ما فهمتوا ليش. حدا عنده سؤال يا جماعه؟ راح نحكي عن انا الماب ان شاء الله بالمحاضره القادمه، اذا تسمى لنا وقت في هاي المحاضره راح نحكي عنها، او خليها على المحاضره القادمه. حدا عنده سؤال يا جماعه عن المحاضره اللي عدت أو عن المحاضرات اللي عدوا؟ ها يا جماعة الكل طبق ليش اللي طلبته منكم؟ أوكي يا جماعة، إذا ما عندكم أسئلة خلينا نبلش. أوكي، هلا الـ Image Switcher هي فيو زيها زي باقي الـ Views. هاي الـ Image Switcher باستخدامها نتنقل بين الايمجز، وبنتعامل مع طريقه دخول الايمج وخروجها بتكون بشكل لسه ما بلشت اني اشير. طريقه دخولها وخروجها بيكون بشكل حلو، فانه كيف انه فيد ان فيد اوت، او انه انتر فروم ليفت سايد اند اوت فروم رايت سايد أو لاكس. هلا راح نشوف مثال كيف معمول هذا المثال، نشوف مثال كريزلت، وبعدها نروح نشوف كيف معمول هذا المثال بالكود. أوكي يا جماعة، هلا
الشاشة شغال. اوكي نشوف بس ايش اسم الابليكيشن. اوكي خلينا نروح نشوف هون. image switcher iron. انا جماعة سوري، هاي المحاضرة والمحاضرة القادمة راح اكتب كود، راح اشرح الكود الموجود لانه بدي اشرح اشياء كثيرة، واذا بدي اكتب راح تاخذ معنا وقت وما راح نقطع الاشياء المطلوبة. ملاحظين يا جماعة هلا عنا هون جاليري، نفس الجاليري اللي عملناه بالمحاضرة اللي عدت، بس لاحظوا هون لما نضغط كليك على أي واحدة من الصور. ملاحظين ايش عم بصير؟ لاحظتوا؟ جماعة حد يحكي، لاحظتوا ولا ما لاحظتوا؟ وإذا لاحظتوا إيش لاحظتوا؟ علشان نتأكد إنه الشير شغال وإنه وصلت كل صوت مع صورة ولا لأ. بتكبر الصورة وشو كمان؟ إيش لاحظتوا طيب؟ ايوه انه بين وكأنه واحدة بتيجي محل واحدة، واحدة تدفع واحدة. اوكي نشوف كيف الكود مكتوب. نفس الليش اللي عملناه، انتجر كان محاضر العدات، انتجر array فيها ال IDs بتاعت الصور اللي بدنا نعرضهم على الجاليري. معرفين اوبجكت من نوع سوري معرفين فاريبل هون من نوع image switcher. هلا هون عرفنا الاوبجكت، نروح بس على XML كيف مكتوب. ثواني قبل ما يعمل لود. هون يا جماعة التكست، هون راح يكون هون تكست فيو، عنا الجاليري وعنا إذا ملاحظين الجاليري الاي دي تاعها جاليري 1، الويدث في البيرنت، الهاي تراب كونتنت. تحت الجاليري في عنا ايمج سويتشر، هاي الايمج سويتشر الاي دي تاعها سويتشر 1، ويت في البيرنت او والهايت في البيرنت، وعندنا الاين بيرنت رايت الاين بيرنت ليفت، لانه سوري هدول ما لهم معنى هون، هدول نقدر نشيلهم لانه هدول لهم علاقة بالريلاتيف لاي اوت. هلا عنا الـ image switcher، علشان الـ switcher يشتغل لازم يكون في اشي اسمه factory او view switch view factory.
هلا هاي الفيو فاكتوري هي مسؤولة عن السويتشر، انه تعمل سويتشنج بين الايمجز اللي بدهم يظهروا. نشوف، هي انترفيس ملاحظين هون عاملين implementation implements على view factory. بداخلها في method اسمه make view، بده يرجع لنا view او object من نوع view. هلا احنا هون عاملين image view programmatically، image view تساوي image view سوري image view تساوي new image view، واللي هي الكونتكست. عاملين set background تاعتها، هاي الديفولت باك جراوند. set scale type، هلا علشان لما تذكرينا لما كنا نحط صورة داخل ال image view كنا نستخدم scale type، انه اما fit xy crop center wrap xy سوري array سوري matrix. وهلما جر هلا هون احنا عملنا set للscale type بحيث انه يكون fit center y سوري fit center. عنا ال layout params واللي هي ال layout parameters ال width وال height. هلا عنا هون ال image switcher dot layout params layout params dot fill parent، هون بتكون ال width، والتاني ال fill parent بتكون ال height. برجع بعد ما يكمل هذا الاوبجكت برجع هذا الاوبجكت للفاكتور فاكتوري. وبهيك بتكون اشتغلت ال بهيك بتكون اشتغلت السويتشنج. هلا علشان كيف الانيميشن يظهر، عنا اذا متذكرين المحاضرة اللي عدت عملنا انيميشن، عملنا انيميشن فيد ان وفيد اوت. هلا هون ست ان انيميشن لما بده يدخل بشغل هذا الفايل، لما بده يطلع ست اوت انيميشن بده يشغل هذا الفايل. هلا هذا الفايل الست ان انيميشن، فعنا متذكرين المحاضرة اللي عدت او اللي قبلها حكينا عن الانيميشن يوتيل دوت لود انيميشن الكونتكست وايش والانيميشن فايل بيكون عادة موجود في الدايركتوري اللي اسمها انيم. عندنا اكثر من انيميشن موجود في الاندرويد باي ديفولت. ملاحظين هون في مجموعة من الانيميشن. لو انا استخدمت فيد ان وحذفت هاي والانيميشن اوت استخدمت فيد اوت، فراح تشوفوا اتغيرت الحركة من سويتشنج او واحد بتدفع الثاني ل الفيد ان فيد اوت. شايفين كيف؟ في كمان انيميشن، شوف ايش في انيميشن ممكن تكون. بعرفش اذا ممكن هون تزبط هاي او لا، لانه بيكونوا معادلين عادين هن لكل وحدة ل لاشي معين. على امل انها تزبط. هون ايش بيحكي؟ اوكي هلا هون الانيميشن هاي ما تعرف عليها.
So be aware انه ايش الانيميشن بدك تستخدمه. خلينا نرجع اللي كان قبل سلايد ان سلايد اوت. عندنا الجاليري فايند فيو باي اي دي، وجدنا الجاليري اللي بدنا اياه. عندنا جاليري دوت سيت ادابتر، نفس الشيء اللي عملناه من قبل، او هي نفسها بتاعت امبارح. نيو ايمج ادابتر واللي هي الكلاس اللي احنا عملناها هون، ايمج ادابتر اذا متذكرين الايمج ادابتر اللي عملناها امبارح، سوري اول امبارح. هاي الجيت فيو واللي هي بدها ترجع لنا ايمج فيو للجاليري. حدا عنده سؤال يا جماعة؟ ها جماعة حدا عنده سؤال؟ طيب معكم 5 دقائق تعملوا نفس المثال أو 10 دقائق تعملوا المثال التالي. هاي دعمل ستوب شيرينج، مع انه ما حدا عنده سؤال، افترض فيكم فاهمين الاشي اللي بنعمله وقادرين لا تعملوه. انا بدي صفحة واحدة يكون فيها جاليري، مكون من 10 صور. لما اضغط على واحدة فيهم ظهر لي صورة في السنتر، هاي الفور. خلينا نلون كل واحدة ايش اللون تاعها. صار هذا اللون، سوري. يلا يا جماعة من هلأ معكم 10 دقائق. تمام فني، بإمكاننا نعمل فيل لهدول المربعات أو المستطيلات بدون ما أعيد رسمه. أمين موجود، أمين نقدر نعمل فيل لهذا. شكلك ما بتعرف. اوكي ارسمهم معيد عليهم بالوان.
على فرض أن الأزرق selected. يلا يا جماعة، أشتغل معكم. سامعين يا جماعة؟ جماعة سامعين؟ مين اللي عمل هذا الاكزامبل؟ حدا عمل الاكزامبل؟ طب حدا ما عملوش؟ الاعتراف والصراحة كتير حلو. أمال مش عمليته، مين معها ما عملش؟ طيب مين عمل؟ طب مين فكر؟ طب احنا يا جماعة بنشرح على الفاضي يعني. اوكي يا جماعة، بينا الله، ظلت كمان محاضرة. نكمل، نعمل شير سكرين. بالنسبة أنت أحمد معذور، مش مشكلة، بس في عندك ناس بلشت معي من بداية المحاضرة ما عم بيردوا، لا إنه عمل لهم الإكزامبل ولا ما عملوش، لا هو رادد إنه عمله ولا هو رادد ما عملوش. أوكي جماعة، هلا ننتقل لموضوع تاني. نعمل رن بالأول ونرجيكم إيش النتائج بعديها. نشرح إن شاء الله. لاحظين يا جماعة، على لما بتروح تبحث في جوجل، أو رحنا بحثنا في جوجل، نشوف الإيميجز، نبحث جريد فيو. جريد فيو،
لاحظين يا جماعة كيف اجت الايمجز مبعثرين. كصور. هلا احنا بنقدر نعمل في الاندرويد بنفس هذا النظام انه نعمل صور مبعثره، مش انه مبعثره يعني مبعثره فيش الهن ترتيب، لا مبلا بترتيبات معينه، ولكن الصوره حجمها صغير كبير، الويب بتاعها عريضه مرفيعه، عدد الصور في نفس الرو كم وحدة، إذا ملاحظين هون واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمسة، إنه هون 1 2 3 4 5 سيم سيم، بس في مناطق بيكون فيها 1 2 3 4، هلا هون أربعة، هون مثلا اثنتين أربعة خمسة، إنه هون خمسة، فتلعب دور الود تاع الصورة نفسها. ففي الجريد فيو عندنا بنقدر نلعب نعمل هذا الإشي هون ونتحكم فيه ونعمل له اكشن ليسنر. فهذا الاشي اللي ظاهر قدامكم هو جالري، بس جالري مش سكرولابل، فيرتيكال هوريزونتال، جالري سكرولابل فيرتيكال، واكثر من صورة في نفس الرو. نشوف كيف عاملين هذا المثال. بنروح على RelaxML، ملاحظين عندنا هون Linear Layout وال Orientation Vertical، عندنا Grid View، وال شوفوا ايش فيها Properties. من ضمن خصائصها الـ ID same same، نفس هاي الأشياء اللي بتظهر لـ كل الـ views موجودة عندنا. عندنا الـ width والـ height number of columns، هلا عدد الـ columns مستخدمين هون autofill. فبنقدر نحدد عدد الكولومز قديش، مثلا احنا بدنا اياها تكون مرتبة، بنستخدم عدد معين من الكولومز. اذا بدنا اياها حسب الويد تاع الايتم او هي الصورة نستخدم الاوتوفيل. هلا عندنا الـ Vertical Spacing واللي هي المسافة بين الـ Items، Horizontal Spacing الـ Vertical والـ Horizontal المسافة بين الـ Items، واحد فيهم Vertical والتاني Horizontal، Column Width Width. بإمكانك ما تستخدم هذا، لو عملنا هيك نشوف ايش راح يطلع معنا. ملاحظين تغيرين. فطلعن اوتو. انت بتجبر الجريد فيو تعامل مع الود اللي انت حاطه. الستريتش كولومز هاي اخذناها بالتيبل لاي اوت، انه سوري الستريتش مود بالتيبل لاي اوت كان ستريتش كولومز، هلا انه ستريتش ان هن يكون عدد الود قديش يكون او الهايت قديش يكون، هل يكون المتساويات كليتهن
ولا اول رو، سوري اول كولم ولا اول رو. فعندنا هون مستخدمين الكولم ويد، واللي هو بدنا نعمل الود كليتين نفس يكون نفس الواحد. فاذا ما بدنا اياه يكون كليتين نفس الود، كل واحد تكون لحالها، بنشيل هذا الستريتش مود، نعمل ران. هلا هون بما ان الصور نفسهن قد بعض فما راح يبين، لو كان الصور مش قد بعض ببين عنا تأثير بشكل مباشر. عنا اما spacing width او column width، spacing width uniform او none. the gravity وين بده يكون الايتمز بداخل الجريد، الجريد ايتم، الكونتنت اللي بداخل الجريد ايتم. لو كانت ليفت فراح تتغير عندنا هون، ملاحظين هاي اجت على الليفت بس بتبين باول وحده، لانه الثانيه بيكون بينها وبين اللي جنبها جاب، فبتبين انه اول واحدة جاي ليفت. فاستنى السنتر بتضلها زي ما هي. هلا ككود كيف معمولة؟ نفس الجريد فيو، نفس الجاليري، عاملين هون انتجر اري اوف اي دي of drawable IDs، عاملين grid view ومستخدمين الادابتر. متذكرين عملنا في الجاليري ادابتر، وعملنا في list view ادابتر. فهون مستخدمين عاملين image ادابتر، نفس image ادابتر اللي كنا عاملينه من قبل. لاحظين هون image adapter extends base adapter، بياخد context. وبنروح على ال get view علشان يرجع لنا ال view اللي بدنا اياها. هلا هاي ال convert view، if convert view هل تساوي null؟ اعتقد شرحت لكم اياها المحاضرة اللي عدت او اللي قبلها، علشان انه ما يرجع عيد في كل مرة بيدخل فيها لاي بوزيشن، بصل لاي بوزيشن بدل ما يروح يعمل ينشئ الاشي من جديد، فبيروح بياخذ الاشي الموجود من قبل واللي هي الكونفيرت فيو. نفس الاشياء اللي كانت قبل عندنا هون، الجريد لاي اوت بارامس 85 85، والسكيل تايب. لو استخدمنا سكيب تايل، السكيل تايل بدل ما هي كروب نعمل فيت اكس واي. هلا راح تشوفوا عندنا يظهروا بطريقة أخرى. سوري هون ما ظهروا. عندنا ال width وال height خليها 80 أو سوري 90. نشوف قديش عاملين هون columns width 70، البادنج سوري هون اللي بيلعب فيها البادنج.
85 ايه البادنج 0 0 0 هلا رايت وليفت ملاحظين تضل فيها مسافة لأنه أصلا الويدث معمول كبير. عنا الهايت إجت فت فراحت البادي. عنا نفس الإشي إنه ست أون أيتم كليك لسنر نفس الجاليري ولكن تختلف عن الليست. الليست فيها اون ايتم سيلكتد لسنر لهون اون ايتم كليك لسنر والجاليري اون ايتم كليك لسنر. اني كويستشن رايت ناو حدا عنده سؤال يا جماعه؟ اوكي هلا بريك صلاه لمده 8 دقائق حلو نرجع وبنكمل. تقبل الله سلفا. الاستراحة كانت لمدة 8 دقائق مش 10 دقائق مس رشا. أهلا وسهلا بكم جماعة من جديد. تقبل الله. حكينا عن الامج سويتشر، حكينا عن الجاليري، حكينا عن الجريد فيو. هلا نحكي عن الاكشن بار. اسمعوا بالاكشن بار. اكشن بار حدا فيكم سمع عن الاكشن بار؟ اوكي جماعة نشوف ايش الاكشن بار. نعمل شير سكرين بعديها نشوف المثال نشوف ايش موجود هون الاكشن بار ولا لا. مش موجود. اوكي نعمل امبورت. تعرفوا كيف تعملوا امبورت هون الابليكيشن موجود من برا existing. كمان مرة خلينا اورجيكم كيف نعمل امبورت على فايل import. بدكم هون تتأكدوا انه فاتحين الفولدر اللي اسمه general بداخله existing project into workspace next. هون بدك تحدد الفولدر اللي فيه الابليكيشن. وهون عنا الاكشن بار. اوكي اذا هذا الفولدر مش موجود داخل الورك سبيس بدك تعمل تشيك على كوبي بروجكت انتو ورك سبيس فينيش. هلا هون انه في ايرور في الابليكيشن. إذا في error في الابليكيشن أول إشي بنعمله right click على Android tools fix project properties. طب إيش الحمد لله نعمل run ونشوف ايش الاكشن بار. ملاحظين يا جماعة هون اجى عند عند التايتل. نرجع بس للي قبلها ان هون التايتل فيش على جنبه ولا اي ايكوني بس بهاي شفنا التايتل هون وكمان ايكوني وعندنا هون حتى الاسم تاع ال او سوري البرنامج في جنبها سمول ارو سهم صغير على اليسار. كمان هاي كليكابل عندنا هاي كليكابل وعندنا هاي كليكابل. ممكن تحكي انه ايش هذا انه باتونز العنوان
نعم هم شيء بيشبهوا الباتونز، ولكن هم مش باتونز، بسموه هذا الاسم اسم الاكتيفيتي. مع الايكونز هدول بسموهم اكشن بار. هلا هذا الاكشن بار بلشوا يستخدموه من اندرويد 3.0. سوري جماعة بس ارد على التليفون. الو اوكي جماعة، كيف معمول هذا الاشي؟ نروح على XML. في XML ملاحظين ولا عاملين ولا اي اشي، بس text view ظاهرة فيها الهيلو. and no more. عندنا بالكود ايش عاملين؟ ملاحظين هون action bar object action bar get action bar. هلا get action bar هذا ميثود موجود في الاكتيفيتي، بيرجع لنا object منه action bar. هلا action bar dot set display home up enabled علشان يورجينا انه هاي الهوم باتون كليكابل وبتقدر تضغط عليه ويعمل اكشن. هلا لو عملناها فولس وعملنا رن، السهم راح. لاحظين بس انه هون شال عنا السهم. فهلا السهم بيعني انه هذا لما تضغط عليه، سوري لما تضغط على هذا على هاي الايقونه بوديك على الهوم فورم او الهوم بيج. نشوف ايش هذا الميثود، نعمل run. بس لاحظوا معي ايش راح يكون في شيء جديد. هو نفسه ما تغير ولا اشي. هلا انا بقدر اعمل هايد هذا الاكشن بار، ملاحظين راح العنوان تاع الاكتيفيتي. احنا حاليا بلزمنا ما بدنا نعمل له هايد. بالمحاضرة اللي عدت حكينا عن how to create change menu، واللي هي المنيو لما تضغط على هاي المنيو ظهر لك هون القيم. لاحظوا معنا on item sorry on create options menu ايش بده يعمل؟ بده يعمل create للاوبشن منيو، create للمنيو. هلا هون هذا الميثود بيعمل create للمنيو، menu item menu on menu اللي هي هاي dot add بده يضيف لها item جديد item 0 sorry item 1. هلا هون بده يعدل هاي، بده يضيف properties لهذا المنيو item dot set icon، ضاف له icon. هلا هاي الايكون ما بتظهر الا اذا كانت هاي المنيو item action داخل الاكشن بار او
إذا كان الأندرويد فيرجن اللي بيشتغل عليها الأبليكيشن أقل من الأندرويد 3.0، من 3.0 الأيكونز ما بيظهروا في المنيو. So عندنا هون menu 1.setShowAsAction علشان يظهر في المنطقة الاكشن بار، واللي هي خلينا بس نعمل run كمان مرة الابليكيشن عشان نبين ونحكي ونأشر عليه وين. عشان يظهر في هاي المنطقة لازم اضيف له setShowAsAction. menu item dot show as action if room menu item show as action with text. هلا ايش بيعمل؟ انه اذا في مجال لا سوري اذا في مجال ليضيف هون في هذا البار، هلا شو بيعمل؟ بيعمل مساحة للايكون تاعت الاكتيفيتي ومساحة للنيم، وما تبقى منها بضيف فيهن باتونز او خلينا نحكي انه ايتمز للاكشن بار. هلا اف روم هاي اذا في مساحة تنضاف، اذا فيش مساحة ما بتنضاف الاكشن بار. عنا show with text لو كان عنا one item نشيل هذا نعمل له commit. ملاحظين التاني نفسه drawable should sorry set show as action show as action if room show as action with text. هلا يفترض انه يظهر كلمة item 2. اوكي معناته هذا item 2. اها اوكي معناته نشيل item 1 ضاف item 1 item 2 نشيلهم الاثنين علشان يبين عندنا item 3 بالتكست، لانه if room كمان item 2 سوري item 3 بده يظهر. طب ما انه صار في مجال، ملاحظين يا جماعة ان هون التكست بينت. فايتم 4 فيش فيه قيمة اجت هون، لو انه في سوري لو انه في ايكون كان هاي ما اجت، اجت الايكون تاعتها. لو انا شلت الايتم 4 خليت بس item 3، شيل item 4 و item 5، عملت run. ظهر عنا ال item 1 item. هلا عنا هون ايش البارامترز اللي بياخدهم؟ add الجروب اي دي، واللي هي اذا تتذكروا حكينا امبارح عن الجروبس. ايش عندنا كمان؟ عندنا كمان الـ ID تاع هذا الـ item، عندنا الـ order،
وعندنا الشار سيكونس واللي هو التايتل. هلا جماعة، هلا عنا on options item selected بنادي هذا الميثود واللي هو مسؤول عن يعمل catch للايفنتس اللي بتيجي من الاكشن الايتمز او الاكشن بار ايتمز. حد عنده سؤال يا جماعة؟ Action bar كيف نستخدمه؟ كيف نناديه؟ كيف نضيف إله قيم؟ كده اوكي. اوكي شوف ايش عنا اللي بعده، نضيف notification bar. نضيف notification ل notification bar. save changes yes and this my notification bar activity أو notification activity. نشوف هاي إيش بداخلها. ثواني يا جماعة، اوكي يا جماعة هلا بتعرفوا وين الاكشن بار؟ مش هاي، سوري ماي اكشن بار اكتيفيتي، سوري بدي النوتيفيكيشن اكتيفيتي. بتعرفوا وين النوتيفيكيشن بار؟ كل معي وين النوتيفيكيشن بار يا جماعة؟ طيب بإمكانك شروق تحكي لنا وصف عن المكان؟ نقدر نحكي إنه بجملة top side of the mobile screen، يعني الجهة العليا من شاشة الموبايل، واللي هي اللي بيكون عندها اللي بتكون فيها الستاتس بتاعت الباتري، وتكون فيها الموبايل اوبريتر
بتكون فيها لما تجيك مسج بتشوف من هناك المكان. هلا هون انا اليمينيتر بتكون هاي المنطقة، شايفين فيها الساعة، البطري، الروم، بيكون هون مثلا إذا عندك داونلود أو عندك أبديت بتكون هون بهاي المكان، بهذا المكان. لو أنا بدي أضغط display notification بضغط على هاي، لاحظين reminder meeting، وظلت عندنا هاي الأيكون. لو ضغطت كمان مرة ما راح تظهر لأنه already موجود notification من الأبليكيشن تاعي. لو أنا فتحت هاي النوتيفيكيشن حذفتها كمان مرة، reminder meeting starts in 5 minutes، وبعديها ظل محتفظ بالآيكون تاعتي. شايفين يا جماعة هاي المنطقة، الكل شايف؟ علشان انا اشوف ايش ظهر عندي هون بضغط كليك على هذا المكان واسحب لتحت. شايفين بسحب لتحت بشوف ايش ظهر عندي. لما اضغط هون سيستم الارم بضغط عليها بروح يفتح لي ديتيلز اوف نوتيفيكيشن اكتيفيتي جديده. نشوف احنا كيف عاملين هذا، كيف عارضين النوتيفيكيشن، كيف متعاملين معها. Let's go there. ثواني يا جماعة بس. بعتذر منكم يا جماعة، طفى عندي الانترنت او طفت الكهرباء بالاحرى. انا قلت لحظة بس ده عشان اعمل ابعت مسج فقطعت النت في هاي اللحظة. سبحان الله اجت هاي مع هاي. اوكي هلا خلينا نشوف ايش موجود عندنا بالكود. نعمل شير سكرين. اوكي يا جماعة شوف عندنا هون النوتيفيكيشنز اكتيفيتي، والله فيها كلام كتير. طيب خلينا نشوف بالاول اللاي اوت مين دوت اكس ام ال. فيها one button اسمه display notification واللي هو هذا البتون. وعندنا لما يضغط on click بده ينادي الميثود اسمه on click. تمام هيك. نشوف عندنا في on create ولا اشي، مش عاملين ولا اشي، بس set content view وضايفين الفيو اللي بدنا اياه. هلا on click ناديين ميثود اسمه display notification. نشوف الميثود اللي اسمه display notification ايش بيعمل. intent i تساوي new intent this dot notification this notification view dot class. في عندنا class تاني اسمها notification view. اذا متذكرين كيف ننادي activity، من activity حكينا نستخدم ال intent. حلو i dot put extra. هلا بدنا نضيف قيم notification id، اعطينا id لل notification اللي بدها تظهر. ليش؟ علشان ال operating system عنده اكثر من notification وال application تاعنا ممكن يطلع اكثر من نوتيفيكيشن، فعلشان نقدر النوتيفيكيشن الابلكيشن تاعنا ديفرنشيت بتوين النوتيفيكيشنز لازم يكون في اي دي مختلف لكل نوتيفيكيشن علشان نقدر نتعامل معه. هلا بيندنج انتنت، اذا بتشوفوا في الفيسبوك لما حدا موجود عندك بعث لك فريند ريكوست اكثر من حدا وانت ما عملت له فريند اكسبت، بس بتروح تظهرها وما بتعمل اكسبت، تجيك بتقدر تروح تشوف هدول الريكوست از ليست ورا بعض، فبتكون اسمها بيندنج فريندز ريكوست. هلا عندنا هون يعني انه هاي بتنتظر في موافقه او بتنتظر في
accept pending intent اللي هنا بتشتغل بتعمل بنفس العمل الفريند ريكوست بيندينج على الفيسبوك. هلا انا pending intent تساوي pending intent dot get activity. this ايش الاكتيفيتي اللي بدها تطلق هذا هاي الانتنت. نشوف ايش القيمه بتاعت الزيرو هاي الريكوست كود هذا علشان احنا نقدر نتعامل معه كريكوست. والانتنت الفلاجز ممكن يكون عندنا اكثر من فلاج انه لا هاي لهذا الميثود او سوري لهاي البندنج اكتيفيتي البندنج انتنت. هلا احنا عملنا ايش؟ خلينا نحكي انه عملنا طلب صداقه ولسه ما بعث ما شافوا اليوزر. نوتيفيكيشن مانجر. نوتيفيكيشن مانجر هلا هاي النوتيفيكيشن مانجر هي سيرفيس موجوده في الاوبريتنج سيستم. علشان نرجع منها اوبجكت لازم نستخدم الميثود اللي اسمه جيت سيستم سيرفيس ونعطيه الاي دي تاع هاي السيرفيس. فالسيرفيس هاي شغاله بس بدنا نرجع منها اوبجكت. رجعنا اوبجكت من النوتيفيكيشن مانجر. هلا بدنا نضيف له ايش؟ بدنا نعمل النوتيفيكيشن سوري. هاي بامكاننا نستخدمها تحت نعملها تحت. هون انا ترتيبها مش هون. انا نوتيفيكيشن عملنا نوتيفيكيشن نوتيفيكيشن ساوي نيو نوتيفيكيشن. الايكون تاعت النوتيفيكيشن التكست تاعت النوتيفيكيشن قديش الوقت ظهورها. نشوف بس هذا الكونستراكتور ايش بداخله. إذا ملاحظين عنا هون الايكون the resource id of the icon to put in states bar التيكر التكست تيكر سوري التيكر تكست التكست اللي بدها تظهر في النوتيفيكيشن. when time to show the time to show in the time field. بعد ما اضغط انه قديش بدها تظهر او وقت اللي بدها تظهر فيه. هلا عنا الفرام والمسج اللي بدها تظهر. notification dot set latest event info اخر event. this الكونتكست الفرام المسج واللي هو الابليكيشن تاعنا. مثلا نقدر نستخدم our application او notification application. المسج اللي بدها تظهر والبندنج انتنت الانتنت اللي بدها تشتغل او الاكتيفيتي اللي بدها تشتغل. لاحظين يا جماعة هاي البندنج انتنت واللي هي لما يضغط على هاي النوتيفيكيشن لوين بده يروح. هلا نوتيفاي دوت فايبريت هاي مجموعة من القيم يعمل فيهن فايبريشن. 100 ملي سكند ديلي vibrate for 250 millisecond pause for 1 millisecond 100 millisecond then vibrate for 500 millisecond. عندنا notification manager عملنا منها object شرحناها قبل شوي. notification manager dot notify هلا هاي النوتيفاي باخذ النوتيفيكيشن اي دي والنوتيفيكيشن. لما اليوزر بيضغط على النوتيفيكيشن كمان مره
بيروح بيفتح الانتنت اللي احنا عملناها بيندينج انتنت، واللي هي هاي الانتنت. واضح يا جماعة؟ واضحة؟ هذا عنده سؤال؟ بتدخل لي باب المساحة، باب المساحة. لا بالضرورة. طب خلينا كأنه مخافة. طيب يا جماعة، هلا لما بده يضغط عليها بده ينادي الاكتيفيتي الثانية. الاكتيفيتي الثانية ايش فيها؟ نوتيفيكيشن فيو بداخلها set content view، واللي هي الثانية notification. هذا هاي الاكتيفيتي اللي راح تظهر عندنا notification manager. عملنا منها object، عملنا cancel للnotification اللي ظهرت. notification manager dot cancel get intent dot get extras dot get intent sorry dot get integer notification id. عملنا cancel هاي النوتيفيكيشن. هيك بنكون خلصنا موضوع النوتيفيكيشن. هلا ضل عندنا كيف نعمل اللاندسكيب. اوكي شروع notification notify dot vibrate. بدك تسأل شيء؟ اوكي. عندك هون اول قيمة، قديش بدك تعمل delay؟ القيمة الثانية لقديش بده يعمل vibrate؟ القيمة الثالثة بده يعمل كمان بده يوقف، والقيمة الرابعة بده يعمل vibrate من جديد. فهي array فيها sequentials، كل واحدة قيمة لإشي معين. اوكي. الصوت بصراحة ما فكرتش فيها، بس ثواني نشوف جوجل. اوكي هلا بلاش نضيع عليها وقت. المحاضرة القادمة ان شاء الله ذكريني فيها وبحكي لك الشيء. اوكي. لاني ما استخدمتها من قبل، فهلا ما عندي فكرة عن الموضوع.
اوكي هلا بدنا نحكي عن البورتريت واللاندسكيب، كيف الابليكيشن بده يكون ان بوث البورتريت واللاندسكيب. شوف اذا كان موجود عندنا هون ابليكيشن من قبل. أو نشوف إذا موجود عندنا هون. Orientations. أوكي. نعمل import للابليكيشن اللي اسمه Orientations. Finish. نفس الاشي اللي عملناه قبل. Right click. Android tools. Fix project properties. نعمل run. لهذا الابليكيشن. لاحظين يا جماعة ايش مكتوب هون. سوري انه كيف موجودات هدول. هلا عندنا كنترول اف 11 تغير عندنا ايش الاورينتيشن تاع الايميوليتر. برد بكرر انه كنترول اف 11. هلا هون كتير طويله هاي المسافه صح، والتانية كمان كتير طويلة، فأنا بدي أستغل هاي المساحة بحيث إنه أضع هون البتون أو إنه أكت تو التكست فيوز أو الإيديت تكست جنب بعض وتحتيهم البتون. كيف بنعمل هذا الاشي؟ بنعمله من خلال اللاي اوت، وفي عندنا اللاي اوت لاند. ملاحظين يا جماعه عندنا هون اللاي اوت لو جينا عملنا فولدر جديد، بس خلينا بالاول ننسخ هذا الفولدر عشان بلا ما نخربط باسمه. نعمل نيو فولدر في الريسورسز، لاي اوت لاند. اسحب نعمل كوبي من هذا من هذا ال XML. سوري لاحظين يا جماعة لما أنا عملت لاي اوت لاند اجت هون في اللاندسكيب، هون نفسها اجت في البورتريت. لاحظين شو الفرق؟ الفولدر الاندرويد اوبريتنج سيستم على هذا الفيو او هذا اللاي اوت، فاذا كانت اللاي اوت ديفولت بتكون اللاي اوت بورتريت، اذا كانت اللاي اوت داش لاند بيتعرف عليها لاندسكيب. هلا انا بدي اشوف ايش موجوده هاي. كنترول شيفت اف بده يكون لينير لاي اوت.
هون ال width وال height وال orientation. ال width في ال parent, ال height wrap content, ال orientation horizontal, horizontal. بدي أدخل بداخله هدول التو تكست فيوز. هاي اللي اوت ويت او الويت سوري 0 5 سوري, عندنا هاي كمان الويت اللي اوت ويت 0 5. شوف ايش في اجت عنا, هاي اجت 50%, هاي اجت 50%. ملاحظين اجين جنب بعض. نعمل run ونعمل orientation ونشوف هل بيظهر في البورتريت نفس اللي بيظهر في اللاندسكيب. ملاحظين ان هون في البورتريت كيف لما انا بضغط Ctrl F11 طلعت يجوا جنب بعض. ملاحظين اجوا جنب بعض. ففي البورتريت بنادي XML معين, في اللاندسكيب بنادي XML معين, إلا إذا ما كناش عاملين اللاندسكيب فبنادي نفس اللي اوت اللي احنا استخدمناه. لو جينا على صعيد الاكتيفيتي نفسها, في الاكتيفيتي احنا مش عاملين set content view إلا للمين, set content view main. في كمان عنا في الفولدر الثاني احنا ما عملنا rename للاي اوت, خليناه بنفس الاسم. ملاحظين هون مين وهون مين. اذا خلينا نعمل سمري. اذا بدك تعمل الابليكيشن تاعك يدعم البورتريت واللاندسكيب فلازم تشوف انه الابليكيشن تاعك هل بيتوائم تصميم ترتيب الفيوز داخل هاي الويندو مريح لليوزر. إذا مش مريح كيف بدك تفكر بأنه يكون مريح في اللاندسكيب ومريح في البورتريت؟ لازم تعمل لاندسكيب ولازم تعمل بورتريت من نفس إيش, من نفس اللاي اوت. ففي البورتريت بس بدك تكون حريص أنه ما تعدل الاي ديز تاعت الفيوز, يعني مش أنه هذا تعطي الـ ID تاعته تكون اليوزر نيم وهون هاي تعطيها الـ ID بدل ما تكون اليوزر نيم تكون الباسورد, وتكون هاي مثلا ايرور او انه نوتيفيكيشن ايرور او فاليديشن, وتكون هون بالـ ID مختلفة, وانت تكون في الجافا كود مناديها ومش موجودة, وموجودة بمكان ومش موجودة بمكان التاني. فبدك تحرص انه انت خلصت كل التصاميم في اللاي اوت البورتريت اوت, وهلا اجا بدك تعمل وجد بدك تعمل ايش سوري بدك تيجي تعمل اللاندسكيب فيرجن. فبعد ما تخلص البورتريت فيرجن بتبلش تعمل اللاندسكيب فيرجن. هلا في طريقة انه كيف تعمل كيف تحافظ على الداتا لما انت لما يقلب الموبايل من البورتريت لللاندسكيب ما تضيع الداتا الموجودة داخل هاي القيم او سوري هاي الصناديق. بالمحاضرة القادمة ان شاء الله بنحكي لكم عنها كيف. فلحد هاي اللحظة حد عنده اي سؤال؟
حد عنده سؤال يا جماعة على البورتريت واللاندسكيب؟ ما تنسوا يا جماعة المحاضرة القادمة إن شاء الله راح يكون فيها نحكي عن الجوجل ماب. حكينا اليوم عن شغلات وما عملناها، إنه create user interface programmatically، بس كانت موجودة من ضمن الشرح اللي حكيناه عن الجاليري والإيمج سويتشر، كانت موجودة كمان في الجريد فيو. إذا بهيك بنكون مغطيينها بشكل غير مباشر. حكينا عن لاندسكيب، الاكشن بار، نوتيفيكيشن، حكينا عن الجاليري والايمج سويتشر، حكينا عن الجريد فيو. كنا حابين نحكي عن اوتو كومبليت تكست فيو. فما بعرف اذا حالفنا الوقت او حالفنا الحظ بالمحاضرة القادمة وأسعفنا الوقت نحكي عنها، إذا لا فبعتذر منكم. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نحكي عن المابينج، عن جوجل ماب والبريفرنسز، وإذا كمان أسعفنا الوقت راح نحكي عن السيفينج أون فايل، سيفينج إن فايل على الأس دي كارد او على سوري الانترنال او الاكسترنال ميموري. وكمان اذا ظل معنا وقت راح نحكي عن السيرفيسز، وبنهاية المحاضرة راح اعطيكم البروجكت اللي راح تعملوه وتسلموه، وبناء عليه راح تاخدوا الشهادات. هلا بالنسبة للابليكيشنز اللي انا عملناهم بالمحاضرات السابقة، بعثتهم لنجلة المحاضر اعتقد امبارح، احتمال امبارح، مش متذكر بالضبط، او اول امبارح. هلا ثواني بس اشوف انه متى بعثت لهم اياهم. بعتهم أنا امبارح الساعة 9 بالليل، فيفترض إنهم رفعوهم لإلكم. الدعم الفني الموجود، ويا ريت تذكروا نجلة تبعت لكم الأمثلة اللي أنا أعطيتها إياهم. راح أزودكم إن شاء الله الأمثلة تاعت اليوم. إن شاء الله المحاضرة القادمة موعدنا وبتكون هي المحاضرة الأخيرة ومسك الختام. حد عنده أي سؤال؟ البروجكت مش هلأ راح أحكي عنه، راح أحضر لكم إياه إن شاء الله وراح نحكي عنه الأحد القادم. الله يعافيك مس أمال، الله يعافيك مس شروق. حدا عنده أي سؤال؟ إيش نجاة جوجل بلاي؟ إيش يعني؟ الله يعافيك أستاذ أحمد، الله يجزيك، يجزيك كمان مس رشا. أها، كيف بدكم ترفعوا الأبليكيشن على جوجل بلاي؟ طيب معناته خليها ببالك مس نجاة، ذكريني بالمحاضرة القادمة. أوكي، إذا لقاءنا المحاضرة القادمة، إلى ذلك الحين يرضى الله ويرضى الوالدين، تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله.